عندما تمشي في الشارع قد يسألك إنسان وأنت تمشي يقول أنت موحد؟ أنت مسلم؟ تقول نعم. يقول ما هذا الإسلام؟ ما هو التوحيد؟ إذا قلت لا أدري لا أعرف يقول أنت كذاب. كيف تقول أنت موحد وأنت لا تعرف التوحيد؟ ممكن يقول لك هذا، كيف أكون موحد مثلك؟ علمني. إذا لابد نعرف ما هو التوحيد. التوحيد هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية ما هو؟ هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، كأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأن الخالق لا خالق إلا الله. الثاني توحيد الألوهية، بأن يفرد الله بالعبادة، لا نعبد إلا الله. توحيد الأسماء والصفات، لا يمكن أن نثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما ورد في القرآن والسنة. Allah subhanahu لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل للمخلوق الناقص. الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى. الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف إلا بصفات الكمال. إذن لابد نتعلم التوحيد، ولابد ندعو للتوحيد، نحيا ونموت على التوحيد بإذن الله. Oh, sabe